بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد من ريسيرش سكول. في الفيديو ده هنتكلم عن الكتابه العلميه او الساينتفك رايتنج. باختصار شديد كده هنقسم الفيديو لجزئين. اول جزء هنتكلم فيه عن شويه حاجات نظري، ايه هي الكتابه العلميه وازاي تكتب كتابه علميه بشكل صحيح، والجزء الثاني هنعمل تطبيق او هوريكم ازاي انا بكتب فعلا الريسيرش بيبرز اللي انا بشتغل عليها، يعني فعليا الطريقه اللي انا بستخدمها في كتابه البحث العلمي بتاعي. وبدايه من الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن السيستماتيك ريفيو، فعلشان كده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك علشان يجي لك اشعارات بالفيديوهات الجديده والفيديوهات تظهر للناس. برضو ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك. لو انت حابب تنتقل على الجزء اللي انا بطبق فيه الكلام اللي انا بشرحه حاليا فممكن تروح للدقيقه دي. فيلا بينا. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي تعمل الاوتلاين، ازاي تجيب فكره بحثيه للريفيو بتاعك، وبعدين ازاي تعمل الاوتلاين بتاعنا، واللي قلنا بيكون منقسم باختصار شديد لثلاث حاجات. اول حاجه الانترودكشن، وقلنا بتتكتب ازاي، بعدين البودي بتاع الريفيو ذات نفسه، وبعدين الكونكلوجن. وضحنا برضو في الفيديو اللي فات ازاي توصل للمجله اللي انت حابب تنشر فيها البحث بتاعك. المجله اللي انت حابب تنشر فيها البحث بتاعك ممكن تكون مثلا طالبه ريكويرمنتس انك تكون بتكتب مثلا 5000 كلمه. جبنا الفكره البحثيه وعملنا الاوتلاين وجبنا المجله اللي احنا كمان هننشر فيها. الفتره الحاليه بقى هو كل المتبقي لينا ان احنا نكتب الريفيو بتاعنا. ممكن تكون كمان بعد ما جبت المجله بتاعتك قدمت لها بروبوزل بالفكره البحثيه اللي انت اشتغلت عليها دي، وبالتالي تشوف هم حابين الفكره دي ينشروها عندهم ولا لا. كل الستبس ما قبل الكتابه كده تم الانتهاء منها، ولكن الفيديو ده هنتكلم عن الكتابه العلميه. طيب زي ما البرزنتيشن بتقول وات ميكس ا جود رايتنج، او ايه هي اللي بتخلي الكتابه بتاعتك كويسه. اول جمله دي او اول نقطه دي هي تقريبا اهم نقطه، هو انك بتعمل كوميونيكيشن او بتوصل الفكره بتاعتك والكلام اللي انت كاتبه بشكل كليرلي اند افكتيفلي. يعني ايه بشكل كليرلي اند افكتيفلي؟ يعني انت عايز الكلام اللي انت تكتبه ده حد تاني يقراه فيفهمه فيستوعبه فيستخدمه في الشغل بتاعه. فهو دي الهدف من الريسيرش رايتنج او الساينتفك رايتنج. لو الكلام بتاعك محدش عارف يفهمه او انت بس الوحيد اللي فاهم الكلام بتاعك ده، فتاكد ان هو برضه هيفضل كلوزد او محدش هيستخدم الشغل بتاعك ده. طيب فده برضو يخلينا نوضح كده حاجة معينة. هو في بعض الناس مثلا بعد ما بيذاكر للتوفل او الايلتس او ما الى ذلك يكون عنده شوية حصيلة لغوية كده صعبة. وكمان انا لما كنت مثلا يعني في فترة زمنية ايام زمان كنت مهتم بالكرياتيف رايتنج اللي هي حاجات بتاعة النوفلز والشورت ستوريز والحاجات دي كلها. فالحاجات دي انت بكون بتركز فيها على الابداع كده في اللغه وما الى ذلك، ولكن في الساينتفك رايتنج الموضوع مختلف تماما. انت محتاج حاجه فيري سيمبل، يعني سيمبل لدرجه ان هو انت لو فتحت اي بيبر من نيتشر هتلاقي ان هم برضو بيستخدموا الكلام او الكلمات اللي بيستخدموها، يعني ما بيستخدموش حاجات معقده ان حدش يقدر يفهمها، بيستخدموا حاجه ان اي حد حتى لو بره الفيلد بتاعك يقدر يستوعب الموضوع ده ويقدر يفهمه. النقطة التانية انها تكون إليجنت او ستايلش، وهو زي ما موضح لك هنا ما بين قوسين ان هي دي بتكون في الريفيجن ما بتكونش في الفيرست درافت، وهنوضح الفرق ما بين الريفيجن وما بين الفيرست درافت حاليا. السلايد بعدها بتقول لك وات ميكس ا جود رايتر، او ايه اللي تخليك كاتب كويس. اول حاجه انك تكون عندك حاجه تقولها، ودي نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي لو يعني قرات الابحاث ولكن انت مش عارف تلخص الدنيا او مش عارف ايه الكلام بيتكلموا عن ايه ولا عارف اي حاجه خالص، فبالتالي انت ما عندكش محتوى تقوله، فبالتالي الكتابة بتاعتك هتكون سيئة. وده اللي بيخلي الكتابة بتاعة الميثودز مثلا والانترودكشن والحاجات بتاعة البرايمري ريسيرش ممكن تكون اسهل من السكندري ريسيرش، لان هو البرايمري ريسيرش لما يجي يكتب الميثود بيقول لهم ان احنا اشترينا كذا من الشركة الفلانية، وبعدين يحط الويب سايت بتاع الشركة، بعدين جبنا عملنا يوم كذا ورحنا اشترينا من هنا، وبعدين جربنا التجارب بشكل فلاني. فالميثودولوجي بتكون سهلة خالص، ويعني مجرد انت you have something to say فانت بتعبر عنه باسلوب كويس. النقطة التانية هي لازم تكون عندك logical thinking أو تفكير نقدي، يعني هو السطر ده بعد لما أنا كتبته كده هل هو كده في معلومات زايدة ولا في معلومات قليلة ولا محتاج حاجة تانية علشان الشخص ده يفهم السطر ده. حتى logical thinking وانت بتجمع المعلومات ذات نفسها ده جزء مهم برضو. وآخر حاجة دي شوية rules كده بسيطة هتتعلمها، والrules دي I think ان هي مجمعة كلها في كتاب اسمه The Elements of the Style. الكتاب ده أيام زمان أنا كنت طبعته، ويعني أنا ممكن أوريكم في الحاجات اللي هنا مطبوعة، يعني طبعته كده في ورق A5 صغير وذاكرته مع ناس كمان. الكتاب مهم جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب السلايد دي بتتكلم على الخطوات بتاعه الكتابه ذات نفسها، وزي ما احنا شايفين بنقسم لثلاث خطوات. اول خطوه بيسموها البري رايتنج، ثاني خطوه بيسموها الفيرست درافت، وثالث خطوه بيسموها الريفيجن. البرسنتج اللي جنبها دي هي دي نسبه الوقت اللي بتاخد، يعني البري رايتنج دي بتاخد 70% من الوقت، لانك لو عملت البري رايتنج بشكل صحيح وده اللي هوريه لكم في الجزء بتاع الابلكيشن هيكون الكونسبت بتاع الفيرست درافت والريفيجن بعد كده اسهل بكتير، وشعور بيبقى شعور جامد جدا كده انك معاك
الفيرست درافت بتاعك، وجاست انت محتاج شويه اديتس ممكن تستعين بها من حد من هنا، ممكن تعمل لها موديفيكيشن بالشكل الفلاني من هنا. ففعلا اللي بياخد وقت كبير جدا هو البري رايتنج. وزي ما انتم شايفين قدامكم البري رايتنج ده بيكون عباره انك بتكولكت المعلومات في مكان واحد وبتورجنايز ذم وتعمل مايند مابس وتقعد تشخبط. هوريكم دلوقتي المثال، وبعدين الفيرست درافت. ولو عندي شويه تيبس كده عن الفيرست درافت انا حابب اوضحها لكم في السنتنس دي، وهو ان الفيرست درافت هو جاست مكان انك بترمي فيه كل الكولكشن او كل الحاجات اللي انت جمعتها دي في مكان واحد. يعني زي ما بصينا في الاوتلاين كان في بوينت 2 3 4 5، فكل يوم انت هتقعد تكتب، فهتكتب في البوينت دي، بكره هتكتب في البوينت دي، بعده هتكتب في البوينت دي. الفيرست درافت مهمته ان هو تروح تجمع كل البوينتس دي في مكان واحد، وبعد كده بقى تعمل لهم الريفيجن. وزي ما انت شايف قدامكم دي باقي السلايدز فيها تيبس وتريكس عن ازاي تكتب بشكل افضل، وايه هو الفيرست درافت والتشيك ليست وما الى ذلك. فهسيب لكم البرزنتيشن دي في الديسكربشن، ولكن حابب ان احنا ننطلق على الشغل العملي بشكل دايركت دلوقتي، ونوريكم ازاي بكل بساطه انت بتكتب ساينتفكلي كوريكت. طيب انا لما باجي اكتب بخلي جنبي كده ورقه بقعد اكتب فيها المايند مابس بتاعتي او الافكار بتاعتي، وبفتح برضو جنبي وورد دوكيومنت كده قدامي بشوف الحاجات اللي انا عايز اشتغل عليها ايه. وزي ما احنا قلنا ان اهميه الاوتلاين ان هو بيخلي لك الريفيو بتاعك كده سمول تشونكس او مانجبل تشونكس او جزئيات صغيره او اجزاء صغيره تقدر تتاكل او تخلص جزء جزء زي ما انت عايز. فاحنا مثلا لو فتحنا اول جزء مثلا بتاع الممبرين ريسبتورز اند بروتينز، فانا عايز اشوف مثلا الجي بي سي 3 هو ده الجزء اللي انا هشتغل عليه النهارده، او هو ده الجزء اللي انا هكتبه. هنفترض مثلا ان ده ممبرين، فده الممبرين ريسبتورز اند بروتينز، فده الجزء مثلا اللي انا هشتغل عليه. الجي بي سي 3 ده هو ده الريسبتور اللي انا هشتغل عليه مثلا. فبالتالي انا بروح واخد الجي بي سي 3 ده مثلا، لو انا ما عنديش البيبرز بتاعته فهكتب كده مثلا جي بي سي 3 بعدين اند اتش سي سي مثلا. لو هنفترض ان انا حابب اجمع معلومات عنه هعمل كلير اول علشان ما اجيبش يعني اجيب اي حاجه تانية غير سيستماتيك ريفيو. فلقينا 426 ريزلت، فبقعد اقلب فيهم كده واشوف ايه هي البيبرز الريليتد بالموضوع بتاعي. فلو مثلا افترضنا اول بيبر دي وراح اعمل فيو بي دي اف او بفتحها باي طريقه ما، افتح بيبر زي دي مثلا، وبعدين فتحت البيبر دي بنزلها عندي داونلود بي دي اف او واتيفر بعمل فيها ايه، واقرا بس الاول زي ما احنا يعني انا سجلت فيديو كامل ازاي بتقرا ريسيرش بيبرز. فده اوريجينال ريسيرش، وشفت الميثودولوجي بتاعتهم وشفت الريزلتس، لقيت ان هو ريليتد بالموضوع بتاعي مثلا، بروح منزله على مندلي. بعد لما بنزله على مندلي بقعد اقرا في الموضوع عادي خالص. طول ما انا بقرا بيبقى في حاجات انا مثلا قراتها في اكتر من بيبر، دي ما بعلمش عليها، ولكن الحاجات اللي انا مثلا السنتنس دي مهمه بالنسبه لي فبروح اعمل لها هايلايت، وممكن مثلا اكتب نوت ان دي مثلا this is related للجي بي سي 3 مثلا، وبعدين اكتب اي حاجه واقعد اقلب واعمل هايلايتس واعمل نوت في البيبرز بتاعتي والشغل بتاعي. وبرده بكون عندي لايبرري كده مش كل البيبرز، يعني بعمل سيلكشن للايبرري بشكل كويس. وبرضو الورقة اللي جنب دي بكتب فيها الحاجات اللي انا فهمتها، يعني اي قلم كده بكتب مثلا ان الجي بي سي 3 مثلا ده موجود في المكان الفلاني، ان هو في ريسبتور معين بيبايند معاه، ان في موليكيول معين بيبايند معاه، واقعد اكتب المايند مابس او الحاجات اللي انا فهمتها من هنا. طيب دلوقتي انا برضو علشان الحاجات دي ما تتوهش مني، فانا ممكن اخد مثلا السنتنس اللي احنا جبناها اللي احنا علمنا عليها دي، بعدين احطها عندي في الوورد دوكيمنت كده بالشكل ده زي ما هي كوبي بيست عادي خالص، ولكن بعمل للسنتنس دي سايتيشن. انا سجلت فيديو عن ازاي تعمل سايتيشن، فبعمل سايتيشن للسنتنس دي، وهكذا بقى كل يعني مجموعه من يعني مثلا البيبر دي، اما بعمل البيبر ذات نفسها كده واروح اعمل لها سايتيشن من بره كده خالص، دي البيبر ذات نفسها، وبعدين بحط تحت البيبر دي كل الحاجات اللي انا اخدتها. يعني مثلا دي البيبر رحت اخد منها الجزئيه دي، وبعدين اخدت منها السنتنس دي راح حاططها تحتها هنا كده، وبعدين اخدت منها السنتنس اللي بعدها الثانيه مثلا كده واروح حاططها تحت. كل ده بيسموه البري رايتنج، او تقعد تكتب يعني تجمع سنتنسز تقعد تشخبط هنا وتعرف ان دي تبع بيبر رقم واحد، تقعد تعمل بري رايتنج. والبري رايتنج ده بياخد فتره مره واثنين وثلاثه. طيب بعد ما عملت البري رايتنج لقيت ان هو مثلا الجزئيه دي بيتكلم عن واحد اثنين ثلاثه، انا فهمت بعد ما جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وقرات اكتر من بيبر، فهمت الكلام ده بيتكلم عن ايه او ايه اللي انا عايز اكتبه في الريفيو بتاعي او البيبر بتاعتي. بروح فاتح بقى بيبر تانية جديده خالص، البيبر تانية جديده خالص دي اللي فيها الشغل بتاعي الجي بي سي 3 مثلا، وبعدين بكتب باسلوبي انا مثلا الساينتست فاوند كذا 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 كذا، وبعدين بحط الريفرنسز اللي انا لقيتها ريليتد بالكلام اللي انا بتكلم فيه ده عشان ادي كل حد حقه، وبالتالي كده انا ماشي مظبوط
يعني مفيش اي بلاجيرزم، لان انا بكتب الكلام اللي انا فهمته من دماغي، بحط ريفرنسز للبيبرز او للمعلومات اللي انا حاططها، واتبع الجايد لاينز بتاعه الكتابه، وده كله الفيرست درافت. ممكن يكون انا مش فاهم فيه اي حاجه خالص، وممكن تكون انا بس الوحيد اللي فاهم الكلام ده، ولكن في سكند درافت، في ريفيجن اكتر من مره، هظبطه وهنسقه وهظبط الفلو وهظبط الحركات. كل الحاجات دي كلها بارامترز او ابعاد بتخلي الكتابه بتاعتك كويسه. مش عايزين نطول في الفيديو اكتر من كده، ولكن اتمنى ان هو يكون هيلبفول بالنسبه لكم. نشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.